سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم عندنا هاد الكسوه، كسوه بلي كرو، غدا تكون عاديه سامبل، وغنديروا ليها واحد البلي كرو القدام. غدا تجي القدام بحال هاد الشكل، يعني غدا تجي هكا في الصدر، غدا تجي بلي كرو. هانتوما غادي تشوفوا معايا اشني البلي كرو كيفاش كنديروا. نفصلوها، كنشدوا الثوب نطويوه على اربعه عادي، اربعه طروفه بحال اللي غادي نفصلو عادي. ملي نبغيو نديرو البلي كرو في الكسوه ما نحطوش الجنب على الجنب. هذا حطيته اربعه الورقات ياك، ولكن خرجت واحد، ها هو خرجت ديك البلي كرو، هي هذه شفتوها، ها هي تفاوتت على الظهر. دابا هذا هو الظهر، ها هو، ما خليتهاش بحال هكا وقطعت الظهر والدوفه، لا، زدت شويه، خرجت الثوب اللي غادي يكون البلي كرو اللي غادي نخيطها من هنا ونمشي بها بلي كرو. دابا تشوفوا معايا ان شاء الله، وبديت كنفصل هنا. دابا البنات انا يلاه بديت جالسه كنفصل، وكنت غنساكم عاوتاني وانا نقول اجي اجي عمرني ما حطيت للدريات هاد البلي كرو، نوريهم كيفاش يديروها يطبقوها في الكسوه. هي هذه، كان دابا قطعت الكتاف، بقى ما نزلتش فيهم ديك 3 سنتيم اللي كننزل ديال هنا، ديك 3 سنتيم اللي كننزل من هنا وكندير هنا، بقى ما نزلتهاش. المهم انا دابا شاده البورطابل بايد وحده، ما نعبروش الكتاف من هنا لا، حيت هذه بلي كرو غادا تتنا، غادا تكون ما كايناش، حسبوها ما كايناش. شفتوا البنات؟ ها انتم هذا راه هو الظهر هذا، وهذا القدام، هذا اللي خارج تما فين بغيت ندير انا البلي كرو. المهم غادي نبداو من الظهر، ها هو الظهر كيبان لكم من هنا، ونمشي شحال عندنا؟ عندنا الكتاف 39، كتاف 39 ها هو الكتاف اللي كنعبر منه. شفتوا اللي خدمتها كنضرب عليها، واللي باقا كنخليها. المهم الكتاف 39 كناخذو من الكتف، من هذا الدخلاني، ماشي هذه، هذه ما نحسبوهاش، هذه حيت غنخيطوها غتولي بيردي، غتولي ضايعه ما كايناش. انا غنوريكم البنات. اذا غنعبروا من هنا الكتاف شحال؟ 39. اذا 39 شحال عطاتني؟ قل من 20. غادا نطراسي هنا البنات، غنطراسي لكم بالقوشيه باش يبقى يبان لكم. اذا 20 جات هنا، هنا البنات القوشيه ما نعرف كاع منين نجيها حيت شاده البورطابل بيديه. دونك هنايا 39 صافي، والتركيز غنشوف شحال عندها في سميتو. ثاني التركيز ما نعبروش من هنا البنات، ما نعبروش ثاني من هنا، لان هذه راه غادا تحيد، هاد البلي كرو راه خاويه. ها نتوما شوفوا، ديروا معايا عقلكم، ها نتوما ملي بغيت نستف الثوب على اربعه، استفتو على اربعه شويه، خرجت البلاصه اللي غندير منها البلي كرو، ها هي، عقلوا معايا، البلاصه اللي خرجت منها البلي كرو ديما ما نحسبش منها، نحسب منها من الظهر. صافي هو جاب الله اللي شد ليا بورطابل، زيد ولدي هنا. اذا غنعبروا من هاد البلاصه، من هنا شحال عندنا في العرض؟ عندنا حتى هو 31، اذا 31 ها هي جات هنا صافي، ها هي، ها هو البنات، ها هو التركيز صافي. من هاد 31 هادي ها هي، ها هي نيشان هنا، كندخلو هنايا دائما في الحزام يعني في لاطاي، كندخلو واحد 2 سنتيمتر، ها هي 2 سنتيمتر، كندخلو هنا كنخرجو فيها نيشان. من هذيك 2 سنتيمتر اللي خدمنا هنا كنمشيو بالمسطره جوسكا لونغور توتال، الى الطول الكلي، ها هو اللي هو هذا، ها هو البنات. من هنا خرجنا بهاد 2 سنتيم، خرجنا للعرض ديالو صافي صافي، كنمشيو ما درتش لاكري صافي البنات. الطول ديالها عندها 136 صافي، غادي نقطعو
صافي البنات، هنايا هبطنا بثلاثة سنتيم، ثلاثة سنتيم دائما كنقطعوها. ها هي ديال الكتف، صافي هي حيدناها شويه عوجات هنايا صافي. وهاد البليكرو دائما من هاد البلاصه نحسبو، من الظهر نحسبو. هادي راها ما كايناش، حسبوها ما كايناش، لان ملي غندوزو الخياطه من هنا حتى لهنا هادي كتموت، كتبقى فيها هذيك البليكرو محلوله. اذا انا غادي نمشي دابا مع هذا، مع هادشي اللي عبرت معاكم. البليكرو راه خارجه حتى لتحت، شفتوها ها هي البنات خارجه من هنا وغادا حتى لتحت، راها ها هي كانت ملسه هانت، حيت ما غاداش تبان لكم حيت اللون. ها هي دابا هنا ورقه واحده، وهنا كاين الظهر، وهذا الدوفو. هنا هذه البليكرو خاويه، هذه خاويه، غتهبط حتى لتحت البنات. هنا انا غادي نهبط بالمقص حتى لتحت ونرجع معاكم. هنايا البنات غادي نحيد الدوفو اللي غندير فيها البليكرو، نشدها نديرها لهيه، ندوزها لهيه ونجر الظهر من الداخل، نجر من الظهر من الداخل. انا بديت كنقطع ونقور الكول ديال الكسوة اللي غادا تكون فيه البليكرو. ها انتم البنات بحال هاد الشكل. دابا ملي غادا نخيط الظهر من هنايا مع الدوفون، البليكرو غتبقى هنا. هانتوما غتشوفو، انا غنوريكم كيفاش. بحال هاد الشكل البنات، هاهي البليكرو طالعة لهنا، غادا تكون بحال هاكا، بحال هاكا. دابا هاك ها هي بحال هاكا البنات. غادي نخيطوها من هنا تهبط حتى للصدر، حتى لتحت تقريبا شي بحال هاكا شي 20 سنتيم صافي. وغنلصقو معاها الظهر ديالها اللي هو هذا، ها هو هذا، هادي الدوفون ها هي، ها هي غادي تكون مخيطه. شتو ها نتوما البنات، غتكون مخيطه من هنا حتى لفين ما بغيتو، وتحلو هكا صافي. تلصقوا الظهر ديالكم اللي هو هذا، ها هو بحال هكذا البنات. تخيطوا الكتاف ها هما، وتخيطوا هاد البليكرو، دوزوا عليها الخياطه من هنا، وكتحل من بالمصلوح، كتحل بحال هكا، كتنزل ملي كتحل كتولي بحال هكذا البنات في وسط الكسوه، بحال هكذا في وسط الكسوه البنات. ملي كتصلح راه كتجي يا سلام، كتجي روعه. ها انتم البنات كيفاش كتجي، كتبان لكم بحال هكذا، راه ساهله البنات. كتشدوا اول مره كطوي كما قلت لكم، ردوا الفيديو وغادي نتفاهموا. تشدوا الثوب ديروه على اربعه الورقات، تقوروا الظهر وتكونوا جبدتوا هذه، جبدتوها فوتوها على الظهر، كتخليو الشياطه ديال البليكرو صافي، وكتقوروا البليكرو ديالكم. وها نتوما بخير وعلى خير، وانتوما شفتوا دابا كيفاش وريتكم الظهر مع الدوفون صافي. كتلصقوا الكتاف هنايا، كتخرج لكم بليكرو بحال هكذا، بحال هذا الشكل. ها نتوما البنات، ها نتوما دابا انا دايره ليها غير الفنيت، وانتوما ملي غتخيط لكم غادي تجي بحال هكذا مصلوحه. الكسيوه كتجي منظمه وحلوه وزوينه وبالصحه والراحه البنات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.